أهلا بكم في الليلة، معكم أنا محمد زينوبة، ونناقش فيها. البيان الختامي لقمة الجامعة العربية يؤكد دعم الجهود الهادفة لإنهاء الأزمة الليبية من خلال حل ليبي ليبي، اتفاق رؤساء الدول العربية على ضرورة الدفع نحو إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وخروج القوات الأجنبية من البلاد. نناقش كل هذه التطورات وأكثر في حوارية الليلة بعد ساعة إخبارية مفصلة نتعرف على عناوينها مع الزميل آزم علي. نعم محمد، إذن وسط ترحيب دبيبة وبشاغة، قادة العرب يؤكدون دعم الحل الليبي للأزمة ويطالبون بانتخابات سريعة. مجلس الدولة يصوت على بنود القاعدة الدستورية ويستبعد العسكريين ومزوجي الجنسية من الترشح للرئاسة. استخراج 6 جثث من مقبرة جديدة بترهونة، وجهاز الإسعاف يعلن مقتل شخصين جراء انفجار لغم بمستا. تشاركني في تقديم نشرة الليلة أمانه. شكرا آزم، تتابعون معنا في نقطة نقاش. صعاب متعددة تواجه تدريس مواد اللغة الأمازيغية في مدارس جبل نفوسة وزوارة، تتمثل في المنهج الدراسي للغة وقلة توفر الأساتذة المتخصصين. ورغم جهود اللجان المشكلة منذ ثورة فبراير والوزارات المتعاقبة في تدليل الصعاب وتوفير الكتاب المدرسي الأمازيغي، إلا أن مسألة المعلمين ظلت بلا حل كونها تحتاج معاهد لتخريج دفعات قادرة على تدريس الكم الهائل من التلاميذ والطلبة في المناطق الأمازيغية. فما أسباب قلة توفر معلمي المناهج الأمازيغية؟ وما ضمانات تدريس اللغة رسميا وتلبية المطالب الأمازيغية؟ في ليلتنا جولة على أبرز الأخبار الاقتصادية والرياضية، نتعرف على تفاصيلها رفقة محمد القرش وبدر عمار. في ملفنا الاقتصادي لهذه الليلة، بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، البنك الدولي يؤكد ارتفاع أسعار السلع الأساسية في ليبيا بنسبة 15%. وفي الرياضة تتابعون هذه الليلة، في ذهاب دور 32 المكرر من الكونفدرالية الأفريقية، فوز وخسارتان للفرق الليبية. إذن كانت هذه أبرز ملفاتنا الإخبارية لهذه الليلة، ألقاكم على رأس الساعة المقبلة، تفضلوا بالبقاء معنا. أهلا بكم. أكد البيان الختامي للقمة العربية بالجزائر دعم الجهود الهادفة إلى إنهاء الأزمة الليبية من خلال حل ليبي ليبي. وشدد البيان الذي صدر عن القمة التي عقدت على مدى يومين تحت عنوان لم الشمل، شدد على ضرورة أن يرتكز الحل الليبي الليبي على الوصول إلى انتخابات بأسرع وقت ممكن لتحقيق الاستقرار السياسي الدائم في البلاد وإنهاء الأزمة وصون أمن ليبيا وتحقيق طموحات شعبها. ومن جهته دعا رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي القادة العرب إلى تبني موقف عربي موحد تجاه الأوضاع في ليبيا، وعلى رأسها رحيل كافة المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية من الأراضي الليبية. وطلب المنفي خلال كلمته بالقمة العربية بوقف التدخلات السلبية وغير البناءة ودعم المسار الديمقراطي والتداول السلمي للسلطة، داعيا إلى استكمال تنفيذ خريطة الطريق المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي وتحقيق هدفها في تعزيز الشرعية عبر انتخابات برلمانية ورئاسية على أساس دستوري واضح. هذا ورحب رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد دبيبة بالبيان الختامي للقمة العربية في الجزائر، الذي قال إنه أكد على أولوية الانتخابات لتحقيق الاستقرار السياسي بليبيا. وقال دبيبة في تغريدة على حسابه بتويتر الأربعاء إن موقف الأشقاء العرب أصبح أكثر تقاربا وإن صوت الليبيين صار أكثر وصولا، مناديا بلا للتمديد نعم للانتخابات وفق تعبيره. من جهتها رحبت الحكومة المكلفة من مجلس النواب برئاسة فتح بشاغة بالبيان الختامي للقمة العربية في الجزائر الداعم للحل الليبي الليبي للوصول
إلى الانتخابات. وأعربت الحكومة المكلفة في بيان لها الأربعاء عن تقديرها لجهود الجامعة العربية في ليبيا، قائلا إن قرارها يدعم أمن ليبيا وسيادتها ويحقق طموحات شعبها في إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية تضمن الاستقرار السياسي الدائم وتنهي حالة الانقسام بحسب البيان. علّه أصبح من نافلة العمل السياسي العربي المشترك أنه يخلص بلا نتائج ملموسة ولا مواقف مؤثرة ينتظرها الشارع العربي في كل قمة. قمة الجزائر تنهي دورتها 31 على ما انتهت عليه سابقتها دون أي جديد يذكر. بيان القمة الختامية الذي خصص مساحة للملف الليبي شدد على ضرورة الوصول إلى الاستقرار السياسي في ليبيا عبر إجراء الانتخابات في أسرع وقت ممكن ومن خلال حل ليبي خالص. وتحت شعار لم الشمل العربي جاء الزعماء العرب إلى الجزائر، ومثل ليبيا رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي والذي دعا لتوحيد الموقف العربي تجاه الأزمة الليبية. المنفي طالب القادة العرب بوقف التدخلات السلبية في شؤون البلاد الداخلية ودعم ترحيل المرتزقة والقوات الأجنبية، إضافة إلى استكمال تنفيذ خارطة طريق الحوار السياسي لإجراء الانتخابات. ندعو الأشقاء العرب إلى تبني موقف عربي موحد اتجاه الأوضاع في ليبيا، وعلى رأسها رحيل كافة المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية عن الأراضي الليبية، ووقف التدخلات السلبية غير البناءة، ودعم المسار الديمقراطي والتداول السلمي للسلطة. طرفان نقيض من جيران ليبيا مصر والجزائر استبق اجتماع اليوم الثاني للقمة العربية باجتماع دار بين تبون والسيسي فيما يخص الملف الليبي، حيث أكد على الدفع نحو إجراء الانتخابات في ليبيا. التوافق الذي أعلنت عنه الرئاسة المصرية أكده بشكل أو بآخر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في كلمته بالقمة، حيث أكد ضرورة التوصل إلى حل سياسي دون تدخل خارجي لضمان الوصول إلى إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية بشكل متزامن. من الملائم أن أشارككم هنا رغبتنا في دعمكم لمساعينا الحالية في ليبيا الشقيقة للتوصل في أسرع وقت إلى تسوية سياسية بقيادة وملكية ليبية خالصة دون إملاءات خارجية، وصولا إلى إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتزامن واحترام مؤسسات الدولة وصلاحياتها بمقتضى الاتفاقات المبرمة. إذن هي قمة عربية أخرى جف حبر بيانها الختامي وتحول إلى أدراج السياسة المنسية كما يصف مراقبون، لتستمر أوضاع الدول العربية على حالها تتخطفها الأزمات بجل أنواعها وأشكالها، فما واقعية التعويل على الدور العربي في فك خيوط الأزمة بليبيا؟ معي عبر سكايب من اسطنبول مدير المركز الليبي للدراسات والبحوث الاستراتيجية سيد سوسي بسيكري. سيد بسيكري، إذن بالفعل هي قمة عربية أخرى جف حبر بيانها الختامي وتحول إلى أدراج السياسة المنسية. البيان تحدث عن الوصول أو إنهاء دعم الجهود الهادفة لإنهاء الأزمة الليبية. برأيك يعني هذه النقطة، وبالتحديد هل يعني بالإمكان بالفعل أن يتجه الشمل العربي إلى ذلك؟ لا، يعني مفهوم أن تعمل المؤسسة الجامعة الدول العربية كمؤسسة موحدة بموقف واحد وصوت واحد ورؤية واحدة تجاه الأزمة الليبية، أعتقد بأن هذا بعيد المنال. دعك من المجاملة والبرستيج ومحاولة إظهار أن كل الزعامات العربية والدول العربية متفقة في موقفها تجاه الأزمة الليبية، عنك هذا، الحقيقة أن التناقضات ما زالت موجودة، والبيان صيغة بطريقة يعكس لك أن هناك فعلا وجهات نظر بل مواقف متعارضة من الأزمة الليبية. لاحظ بأن البيان فضفاض، الإعلان إعلان الجزائر فيما يتعلق بالمسألة الليبية فضفاض، ذهب إلى السياقات المعروفة، وحدة التراب الليبي، حل ليبي ليبي، انتخابات. ولكن ماذا عن العراقيل التي تقف أمام الوصول إلى الانتخابات من خلال حل
خلاف الأساس الدستوري والقانوني اللي القاهرة بشكل أو آخر متورطة فيه. ماذا عن النزاع الحكومي الذي تقف القاهرة على إحدى ضفافه دعما لحكومة بشعاغة بينما الجزائر تخالفها وتعلن أن الشرعية؟ طيب يعني هو التركيز على حل ليبي كما أشرت هنا وكما تم الإشارة في البيان، لكن كما أيضا تحدثت وأضفت في مسألة التدخل المصري وغيرها من التدخلات، هل تم الحديث عنها بشكل واضح في هذه القمة برأيك؟ لا 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 لا، يعني كما قلت لك كل طرف حذر في أن يمرر أجندته بشكل لا يثير غضب الآخر. يعني لاحظ مثلا على سبيل المثال ورد عبارة دعم المؤسسات الأمنية في محاربة الإرهاب، هذه الصيغة بالقطع أعتقد بأنها يعني بدعم مصري باعتبار أن من يحارب الإرهاب هو الجيش التابع للبرلمان الذي تدعمه القاهرة، ولكن الصيغة لم تأتي بالجيش الليبي لأنه سيجد تحفظ من أطراف أخرى على سبيل المثال الجزائر في الطرف الآخر. فإذا لغة دبلوماسية، حوار، كلام فضفاض لا يلمس بشكل مباشر الأزمة الليبية ولا يضمن أن المنتظم العربي يمكن أن يتوافق على مقاربة واحدة تدعم الحل ولا تكون عائق في سبيل هذا الحل. طيب الترحيب الحكومي من قبل أدبيبة وبشاغة هل له أي دلالات أو معنى؟ بالقطع، يعني كل طرف من الأطراف المتنازعة الحكومية المتنازعة يريد يقول أنا في سياق إيجابي مع الموقف العربي. لاحظ أن كل طرف انتقى ما يرى أنه متماهي مع موقفه وسياسته. السيد بيبا ركز على دعم البيان إعلان الجزائر لموضوع الانتخابات، بينما بيان الحكومة الليبية بقيادة بشاغة ركزت على مسألة الحل الليبي، وكان يقول أنهم يقصدوننا، نحن حكومة جئنا عبر حل ليبي، وكأن حكومة الوحدة الوطنية التي انبثقت عن ملتقى الحوار الليبي لم يكن حوارا ليبيا. فإذا حتى الأطراف الليبية تحاول أن تقتبس ما يناسبها من إعلان الجزائر ليعزز موقفها ولتقول بأن الدعم العربي في صالحها وليس في صالح الطرف الآخر. طيب أيضا دعوة المنفي القادة العرب هنا إلى تبني موقف عربي موحد وخصوصا فيما يتعلق برحيل القوات الأجنبية المرتزقة والمقاتلين الأجانب، يعني هل هناك إيمان بحقيقة أن الجامعة العربية وهذه القمة يمكن أن تخرج على الأقل بنقطة فيما يتعلق بهذه المسألة؟ برضو يعني سيد المنفي يريد أن يكون دبلوماسي ويتحدث بخطاب يوجه للشارع الليبي قبل حتى الجامعة الدول العربية، لأنه يدرك بأن جامعة الدول العربية لن تعضده في المطالب التي تحدث عنها. الوجود الأجنبي صراع إقليمي دولي، بعض أعضاء جامعة الدول العربية تورطوا فيه خلال السنوات الماضية وعززوا الوجود الأجنبي عبر إنفاق وتوفير تمويل لها، هذا معروف. بعض الأطراف الأخرى ليس لجامعة الدول العربية السلطة عليها، لكن في ملاحظة مهمة أن المنفي ركز على عبارة استكمال متطلبات خارطة الطريق متحدثا عن اتفاق تونس جنيف الذي أوجد المجلس الرئاسي وأوجد حكومة الوحدة الوطنية، وكأنه يقول نحن في سياق شرعي كمجلس رئاسي وكحكومة الوحدة الوطنية نطالبكم يا جامعة الدول العربية أن تدعمونا لاستكمال متطلبات خارطة الطريق. شكرا جزيلا لك مدير المركز الليبي للدراسات والبحوث الاستراتيجية أسنوسي بزيكري. كشفت عضو المجلس الأعلى للدولة نعيم الحمي أن المجلس اتفق على عدم ترشح مزدوجي الجنسية والعسكريين باستثناء من استقال منهم قبل عام من الترشح. نعم، الحامي قالت في تصريح للأحرار أن جلسة مجلس الدولة الأربعاء شهدت توافقا على مواد القاعدة الدستورية التي جرى إحالتها للجنة القانونية لصياغتها بشكل نهائي تمهيدا للتصويت على موادها حزمة واحدة.
بحث النائب الأول لرئيس مجلس النواب فوزي النويري مع رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري ملفات القاعدة الدستورية وقوانين الانتخابات والمناصب السيادية. وأكد الجانبان في اجتماع بمقر مجلس النواب بطرابلس الأربعاء ضرورة الوصول إلى توافق حول الملفات العالقة بين المجلسين وإصدار قرارات بشأنها. يعود ملف القاعدة الدستورية المؤسس للانتخابات التي طال انتظارها إلى واجهة الأحداث مجددا، هذه المرة من قبل الأعلى للدولة الذي خصص اجتماعاته في جلستين رسميتين لتبيان الموقف النهائي لشكل القاعدة. مرحلة التصويت على بنود القاعدة الدستورية كان قد بدأها المجلس في سبتمبر الماضي بالتصويت على موادها المتفق عليها مع شريكه السياسي مجلس النواب ضمن مباحثات المسار الدستوري التي عقدت في القاهرة دون توافق، ليكون التصويت اليوم على أكثر المواد خلافية وجدلا بل وعرقلة لأعمال لجنة المسار الدستوري بين المجلسين والمتعلقة بشروط الترشح للرئاسة من مزدوجي الجنسية والعسكريين. المجلس صوت على عدم ترشح مزدوجي الجنسية والعسكريين، لكنه وضع استثناء لمن استقال منهم قبل عام في جلسة تقول عنها عضو المجلس نعيم الحامي للأحرار إنها شهدت توافقا على مواد القاعدة الدستورية وليتم إحالتها للجنة القانونية لصياغتها بالشكل النهائي تمهيدا للتصويت على موادها حزمة واحدة. الحامي وفي حديثها للأحرار نفت مناقشة ملف المناصب السيادية في هذه الجلسة على أن يجري مناقشتها في جلسة قادمة. ملفات القاعدة الدستورية والقوانين الانتخابية والمناصب السيادية كانت حاضرة أيضا خلال لقاء رئيس الأعلى للدولة خالد المشري بفوز النويري النائب الأول لرئيس مجلس النواب بمقرهم بالعاصمة طرابلس. كانت عناوين اللقاء متمحورة حول الوصول إلى توافق بخصوص الملفات العالقة بين المجلسين وإصدار قرارات بشأنها، وعلى أن يحدد أيضا موعدا لإجراء الانتخابات، انتخابات طال انتظارها من قبل كثير من الليبيين هربا من المراحل الانتقالية، لكن صعوبة التوافق حول نصوص أساسها الدستوري تبدو أكثر تعقيدا بعد خطوة الأعلى الأخيرة والمتعارضة مع تصور النواب الذي يأبأ إلا السماح للجميع بالترشح، أكانوا مزدوجي الجنسية أم عسكريين؟ معي عبر الهاتف من طرابلس عضو المجلس الأعلى للدولة محمد معزب، أهلا بك معنا هنا في النشرة. يعني أسألك، هل تم الاتفاق بينكم على كل المواد التي تتعلق بالمسار الدستوري خصوصا المواد الأكثر خلافية؟ هي طبعا هي المواد الأكثر خلافية، هي اللي تم نقاشها في جلسة الأمس الأول من نوفمبر وجلسة اليوم. طبعا جلستين اليوم كلهم، جلسة أمس واليوم كلهم كانوا على القاعدة، استكمال القاعدة الدستورية تقريبا حوالي 10 مواد. نعم. طيب ما أهم نقطة التي تم مناقشتها وهل تم الوصول إلى اتفاق حولها بينكم؟ وبالنسبة لجلسة الأمس كانت على مجموعة مواد خاصة بالنسبة لتكوين مجلس النواب على أساس تم الإبقاء على نفس الصيغة اللي هي واردة في السابق، وهي الأقاليم الثلاثة، على أساس مجلس الشيوخ يكون بالتساوي بين الأقاليم الثلاث والنواب حسب عدد السكان، وهذا حاز على 56 صوت من 72 صوت، كان مجمل الأعضاء حاضرين لهذه الجلسة 72 صوت. بالنسبة للمادة 69 تتعلق بترشح مزدوجي الجنسية في مجلس النواب ومجلس الشيوخ، ونحكو على مجلس النواب ومجلس الشيوخ، كان هناك تصويت عليها على أساس أن 41 صوت مقابل من 65 صوت، وبالتالي لم يسمح لأي مزدوج جنسية تقدم للترشح لمجلس النواب أو مجلس الشيوخ. المادة الأخرى اللي هي مهمة كانت المادة 39 اللي هي تتعلق بشروط الترشح للرئاسة، ألا يكون كان قبل على أساس ألا يكون قد تحصل على أي جنسية أخرى،
ما لم يكن قد تنازل عنها. كان في السابق كان فيه مدة، ولكن الآن لم تكن هناك مدة، يعني وقت تقدم للترشح عليه أن يقدم مستند رسمي من الدولة المانحة أو الجنسية الأخرى تعطيه مستند يثبت أنه هو تقدم في تنازل على الجنسية، وجدنا وقت وقت الترشح. هذا بالنسبة للمواد اللي يعني اللي ناقشت في جلسة الأمس. طيب بالنسبة للعسكريين، يعني هل وصلتم إلى نقطة محددة منها، خصوصا فيما يتعلق بوضع استثناء لمن استقال منهم قبل عام؟ أنا حسب أنا استمعت إلى سيدة نعيمة وذكرت مسألة عام، لكن حسب ما أتذكر إذا كان ذكرت جيدة أن العام معاش أصبح موجود كشرط، يعني يكون حتى هو نفس زي الجنسية وقت الترشح يكون معها استقالة. والاستقالة هذا الأمر يتعلق بالوظائف السيادية والقيادية، يعني بتولي مناصب عليا في الدولة، بحيث أنه هو يقدم استقالة من المنصب مش من الوظيفة، من المنصب. وقت تقديم أوراق الترشح زي الجنسية أو بالنسبة للعسكرية. طيب هل توصلتم فيما بينكم إلى صيغة واضحة ونهائية؟ لا، هي هذه هي الصيغ. طبعا في مواد عديدة تم نقاشها، تم نقاش اليوم أكثر من 10 مواد، وتم الاتفاق على أساس أن بعد التصويت عليها وإقرارها تم تعديلات، بعض التعديلات فيها إحالتها إلى اللجنة القانونية. اللجنة القانونية ستقوم بصياغتها صياغة نهائية، وبعدين طبعا بعد صياغتها صياغة نهائية تعرض على المجلس الأعلى في جلسة أخرى ويتم التصويت عليها بكاملها بمجملها. طبعا هذه قاعدة دستورية، يعني بمثابة تعديل في الإعلام الدستوري يعتبر، يعني وهذه طبعا تستلزم حسب نصوص الاتفاق السياسي التصويت عليها بأغلبية مطلقة لأعضاء المجلس الدولة، يعني تقريبا الأغلبية المطلقة الآن تحتاج 68 صوت، ثم بعد ذلك يتم ارسالها إلى مجلس النواب، مجلس النواب يصوت عليها بثلثي أعضاء مجلس النواب حتى تصبح تعديل دستوري وتصبح متضمنة في الإعلام الدستوري. عضو المجلس الأعلى للدولة محمد معزب، شكرا جزيلا لك. إلى خبر آخر، حيث أصدر رئيس مجلس النواب عقيل صالح قرارا يقضي بتشكيل لجنة مهمتها العمل على تعزيز التواصل مع مجلس الشورى القطري. وسمى القرار لعضوية اللجنة 4 نواب هم عيسى سنوسي وصباح محمد والمبروك عبد الله ومحمد إسماعيل. ونص القرار في مادته الثانية على توليهم العمل لمد جسور التواصل بين البرلمان الليبي ونظيره القطري لدعم التنسيق المشترك بحسب القرار. أكد مدير إدارة البحث عن الرفات بهيئة البحث عن المفقودين لطفي توفيق استخراج 6 جثث مجهولة الهوية من الموقع الذي اكتشف بالأمس في مكب طرهون العام. وأضاف توفيق لقناة ليبيا الأحرار أنه سيتم عرض الجثث على الطب الشرعي وأخذ عينات منها لإحالتها على إدارة المختبرات للعمل عليها. We'll be right back.
عقب ساعات من خطاب لحفتر لوح فيه بخوض حرب جديدة، أعلنت الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين العثور على مقبرة جديدة بالترهونة. نعم، الأمر الذي أعاد إلى الأذهان جرائم قواته في شرق وغرب البلاد، بما في ذلك الألغام التي زرعت جنوب العاصمة طرابلس عقب العدوان عليها. انتشر الرجل من كلمات تطربه. مجددا يظهر حفتر ودافعه هو الغياب عن كل ما يجعله فاعلا على الأرض، فلا بأس أن يخرج حينا بعد آخر في مكان تطاله يداه يحيطه الناس وإن قلوا، ولا بأس أيضا من بعض القصر يرفعون ما يطربه من شعارات. وإذا ما فشلت كل المساعي السلمية بعد منحها ما تستحق من دعم ووقت لخروج القوات المحتلة من أراضينا، فليس أمامنا من خيار إلا أن نخوض المعركة الفاصلة من أجل التحرير. لا تبدو هزيمة طرابلس الشهيرة كافية لرجل الرجمة، كما لا يبدو أنه يكفيه ما خلف فيها وما قبلها من دمار طال أيضا بنغازي ودرنا، ومن أرواح بريئة غادرت دفنا حية وميتة في ترهونة أو دهسا وتعذيبا في برقة. فلم تمر ساعات على خطاب حفتر هذا لتعلن الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين اكتشاف مقبرة جديدة بالمكب العام بمدينة ترهونة، موضحة أن عمليات البحث بدأت منذ أكثر من شهر، إذ وصل إجمالي ضحايا من قتلتهم ميليشيات الكاني إحدى أذرع حفتر إلى 266 ضحية في ترهونة فحسب. مئات قتلوا وشردوا في طرابلس بفعل الألغام والقذائف، وفي بنغازي وفي درنا أيضا. حتما لا يقنع ذوي الضحايا خطاب ينادي فيه حفتر بحرب تحرير لا أحد يراها منتصرة إلا هو، فبعينه حررت بنغازي وحررت درنا، فيما أهلها على وقع انفلات أمني متقطع. منطقة البركة بمدينة بنغازي كانت شاهدة الثلاثاء على اشتباكات بين مجموعتين تابعتين لحفتر، أسفرت تلك الاشتباكات التي وصفت بالعنيفة عن مقتل أحد المقربين من رجل الاغتيالات في الشرق محمود الورفلي. كان فارقا ما طرحه حفتر الذي أخذت شعبيته المحدودة في التآكل شيئا فشيئا، والمراقبون حول جدية تصريحاته منقسمون، منهم من يرى أن سعي حفتر للسلطة قد يقوده فعلا لخوض حرب جديدة، في حين يرى آخرون أن الرجل لا يلقي بهذه الكلمات إلا سعيا منه في الحفاظ على إظهار قوته أمام داعميه وناصريه. في سياق منفصل، أكد الناطق باسم جهاز الإسعاف والطوارئ أسامة علي مقتل شخصين جراء انفجار لغم في منطقة الجريات بمزدأ. وبحسب علي فقد أدى الانفجار أيضا إلى إصابة شخص آخر نقل إلى مستشفى بزدأ لتلقي العلاج. هذا وتشهد بعض الأحياء في مناطق ومدن البلاد حوادث انفجار للألغام ومخلفات الحروب أسفرت عن سقوط ضحايا في صفوف المدنيين. أمر النائب العام بحبس مدير مركز غسيل الكلى ترهونة بتهم تحقيق منافع غير مشروعة والإضرار بالمال العام. وأوضح مكتب النائب العام أن وقائع الإخلال جرت خلال إجراءات التعاقد في توريد المستلزمات والمعدات، حيث جرى وضع وثائق رسمية مخالفة للحقيقة تفيد بتسلم معدات ومستلزمات طبية وفق قولهم. لا يقبل الليل أو ينتصف حتى تدق ساعة النائب العام وتضيف متهما جديدا إلى قائمة الفاسدين حسب توقيته ووفق وصفه كل يوم طوال 7 أيام الماضية تقريبا بتهم الفساد والاختلاس والإهمال، وكلهم موظفون أو مسؤولون بأحجام متوسطة حتى الآن. ضحايا النائب العام كثر وقطاع المال نال نصيب الأكبر، وأحدهم مدير مصرف السحاري أبو سليم المحبوس حاليا، ومعه موظف وعضو بلدي مرادة بتهمة التزوير واستغلال المنصب والكسب غير المشروع.
أيضا مصرف الجمهورية بسرمان حبست النيابة مديرة وأمرت بضبط موظفة بتهمة اختلاس أكثر من 300,000، والضرر الجسيم بالمال العام كذلك حبس مدير فرع مصرف الوحدة العجيلات ونائبه ورئاسة قسم الحسابات. وفي قطاع البنوك أيضا حبست النيابة مدير فرع مصرف السحاري السواني وموظف المقاسة الإلكترونية بالفرع لاستيلائهما على أكثر من 2,600,000 دينار. يد النيابة طالت حتى بنغازي، ففي ليل الأربعاء أعلنت حبس وكيلها موظفا وآخرين بمصرف التجارة والتنمية بتهمة تزوير بيانات مصرفية تقدر ب 12 مليون دينار. إلى بني وليد، حيث أمر وكيل النيابة بحبس مدير مستشفى المدينة ومديرين لقسميها احتياطيا لعدم التزامهم بالتشريعات المنظمة للخدمة الطبية، ومن بين التهم استخدام أدوية منتهية الصلاحية. ومن البنوك إلى قطاع الطيران، أمرت النيابة بحبس رئيس مصلحة المطارات وسلفه والقائم على إدارة المنظومات للإضرار الجسيم بالمال جراء الإهمال وإساءة استعمال السلطة بغرض منفعة شخصية. وفي قطاع الصحة أيضا حبست النيابة مدير مركز الكشف عن حالات الاشتباه بكورونا في باطن الجبل ومدير إدارة الشؤون الإدارية بالمركز أو بمركز العز الصحي تيجي وموظفين بوزارة الصحة زوروا بيانات وحصلوا نظيرها على مئات الآلاف. إلى قطاع الاتصالات، حيث أمرت النيابة العامة بالحبس الاحتياطي لرئيس مجلس إدارة شركة ليبيانا وثلاثة من أعضاء المجلس بتهمة الإضرار بالأموال العامة وفساد في التعاقدات وصلت فروقاتها إلى 5 ملايين دينار. الآن إلى جولة في أهم الأخبار الاقتصادية، نتعرف على تفاصيلها رفقة الزميل محمد القرش. إليك شكرا محمد. أكد البنك الدولي ارتفاع أسعار السلع الأساسية في ليبيا بنسبة 15% عن الأسعار قبل بداية الحرب الروسية الأوكرانية، قائلا إن أكثر من 25% من الليبيين يتقاضون أقل مما يغطي سلة الحد الأدنى للإنفاق. وذكر البنك الدولي في تقرير له إن ليبيا فقدت عائدات نفطية بقيمة 4 مليارات دولار أمريكي بسبب الإغلاق الذي فرض على المنشآت النفطية الأشهر الماضية. أكد رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ضرورة معالجة القضايا الاقتصادية التي تعد إحدى أهم مكونات الأزمة في ليبيا. وأضاف المنفي في كلمة له في الدورة 31 للقمة العربية بالجزائر إن معالجة القضايا الاقتصادية لن تتم إلا بتحقيق توافق ليبي على حياد المال العام ووصوله إلى مستحقه عبر آلية شفافة تشارك فيها كل الأطراف الليبية وتضبط من خلالها مالية الدولة بما يعزز الثقة ويحفظ المال العام وفق قوله. ناقشت لجنة متابعة الأحكام الصادرة على الأصول الليبية بالخارج عددا من الدعاوى والأحكام وآلية تنفيذها بما يكفل الحفاظ على الأصول الليبية. هذا وكلفت اللجنة عدة جهات بموافاتها ببعض الردود حول بعض المنازعات المتعلقة بها. وبحسب اجتماع اللجنة 14 للعام الحالي فإنه من المفترض أن تناقش الردود المطلوبة في الاجتماع القادم، إضافة لمتابعة بعض القضايا والأحكام المرفوعة بالخارج. أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية بحكومة الوحدة الوطنية وفاء الكيلاني ضرورة مشاركة الأسر المنتجة في المعارض المحلية للتعريف بمنتوجاتهم وحرفهم. وأكدت الكيلاني في اجتماع مع وكيل الوزارة للتنمية والتطوير ومسؤولين عن لجنة تنظيم معرض الأسر المنتجة بالمنطقة الوسطى، أكدت على دعم الوزارة لجميع الأسر المنتجة بمختلف أنحاء البلاد. وقعت حاضنات المشاريع الصغرى بوزارة الحكم المحلي مذكرة تفاهم مع البرنامج الوطني للمشروعات الصغرى والمتوسطة لزيادة القدرة على تسويق نتائج الأبحاث في ليبيا. ونصت المذكرة على توفير كوادر في مجال إدارة الحاضنات وتطوير برنامج ريادة الأعمال وحاضنات المشاريع لدعم الاقتصاد الوطني، إضافة
إلى تشجيع ثقافة حاضنات الابتكار في الدولة بحسب وزارة الحكم المحلي. أكد وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية نور قطاطي أهمية تحسين مستوى خدمات النقل والبنية التحتية والمؤسسات المالية والخدمات المصرفية واللوجستية، إضافة إلى تشجيع القطاع الخاص في الاستثمار بالمناطق الحرة. وجاء ذلك خلال اجتماع مع رؤساء أقسام المناطق الحرة والغرف التجارية والاستثمار بالوزارة، ناقشوا فيه آخر الاستعدادات التحضيرية لملتقى ومعرض إفريقيا للنقل وتجارة العبور الذي سيعقد خلال نهاية شهر يناير القادم بجمهورية الجزائر. سجل سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار الليبي في تعاملات اليوم استقرارا إلى 5 دنانير وفق النشرة الرسمية الصادرة عن المصرف المركزي، في حين شهد سعر صرف اليورو انخفاضا طفيفا إلى 4 دنانير و960 درهما، بينما سجل الجنيه الاسترليني انخفاضا إلى 5 دنانير و774 درهما. أما في السوق الموازي فقد سجل الدينار الليبي في تعاملاته أمام الدولار الأمريكي اليوم ارتفاعا طفيفا عند 5 دنانير و255 درهما، بينما شهد سعر صرف اليورو استقرارا أمام الدينار إلى 5 دنانير و210 دراهم. طلبت وزارة الزراعة والثروة الحيوانية بحكومة الوحدة الوطنية أصحاب المشاتل بمختلف أنواعها بضرورة تجديد رخصهم. وقالت الوزارة في بيان لها إن هذا الإجراء هدفه تنظيم العمل وحماية البيئة وفقا لقرار وزير الزراعة والثروة الحيوانية بشأن تحديد الشروط الفنية لمنح تراخيص المشاتل. انطلق بمدينة جميل موسم الحرث وسط شكاوى المزارعين، لا سيما مع قلة سقوط الأمطار في المنطقة. وبحسب عدد من المزارعين فإن غلاء الأسعار أثر سلبا على موسم الحرث لهذا العام. في شهر أكتوبر ونوفمبر من كل عام يكون الفلاح بمدينة جميل مع موعد لموسم الحرث، رغم شح مياه الأمطار الذي أثر سلبا، إلا إن الحاج علي بشنة رفقة أبنائه بدأوا في حرث الأرض وزراعة الحبوب من القمح والشعير وحبوب علف الأغنام، معتمدين على المياه الجوفية نظرا لتأخر سقوط الأمطار. إلا أن موسم الزراعة يحظى باهتمام كبير في شهر نوفمبر الجاري وديسمبر القادم. شهر 9 تصب المطر والخيرات موجودة حتى في الخوي، هو حتى اللي عنده زوايل السنة خاسر، حتى اللي عنده زوايل خاسر، كل ما بيعلف ما بيصلش. والغلاء وين المطر اللي بيجيك انت؟ كون جاتك مطر انت حتى ينقص عليك حتى صرف الضي وصرف الميه والواحد كل شيء، لكن مطر ما فيش، وين المطر؟ يشكو الفلاحون من غياب الدوله والاهتمام بفئه الفلاحين في الوقت الذي يشهد فيه سوق الحبوب والاسمده غلاء كبيرا، وكذلك مشاكل انقطاع الكهرباء المتكرره الذي يقع بظلاله، مناشدين الدوله وقطاع الزراعه للتدخل لموسم يشهد جفافا وغلاء كبيرا. والله نعاني من كل المشاكل، الزراعه غاليه، بالمرطه القسيبه ب 45 دينار والشعير ب 50 والطعام نفس الكلام. المواطن خلاص جح، ما عادش عنده جهد للفلاحه مره واحده بتجف البلاد. وطبعا حتى التربيه الحيوانيه تعتبر خلاص جعت 4 سنين، معناها خلاص تعبت، خلاص الناس ما عادش عندها جهد للتربيه الحيوانيه، والزراعه مقصره. في كل من يقول لك بنجيبوا علفة بنجيبوا مش عارف شنو علاف، وطبعا حتى الامكان الجرارات المطور صاحب المطور لما يجي بيخدم قداك يبي معناه نافطة، بيشري نافطة من برا 25 دينار، المطور بيشري النافطة معناها قداش بيولي الساعة ب 40 دينار. انت موسم تو يكلفك بجيبك، معناه بيكلفك بين شريت كسيبة بستوى هذا، معناه بتشري 30 مرطة ب 1430 دينار، معناها خسائر المواطن. وبتزيد تخش على الدواء، الدولة ما تجيبش فيه، تجيب فيه، تجيب فيه بدت المواطنين، تجيب فيه شركات، تجيب فيهم شركات تمشي للدواء. العام اللي فات وصل لي 800 دينار ما شريناش. المزارعون بمدينة جميل يعتمدون على المياه الجوفية ويزرعون نوعين من الشعير هم النابلة والريحان، أما القمح فالأغلب يفضل النوع الصلب لجودته وقيمته الغذائية. وكما يقال لكل فلاح في موسم الحرث إن شاء الله صابة. قناة ليبيا الأحرار، مروان طبيب، مدينة جميلة. ختام جولتنا الاقتصادية لهذه الليلة، العودة لدى الزميلين آزم وأماني. شكرا لك محمد.
رغم انطلاق تدريس اللغة الأمازيغية بعد ثورة فبراير وإعداد مناهج مخصصة لها حتى المرحلة الإعدادية، إلا أن صعوبات تدريسها تواجه العديد من مراقبات التعليم في المناطق الناطقة بها. أبرز الصعوبات التي تواجه تدريس اللغة الأمازيغية في مدارس جبل نفوس وزوارة ترجع لقلة هيئات تدريسية متخصصة وغيرها من المتطلبات، نتابعها في التقرير التالي. بعد مرور قرابة 10 سنوات على تدريس اللغة الأمازيغية وإدراجها ضمن المواد الأساسية في المناطق الناطقة بها، لا تزال تواجه العديد من المشاكل والصعوبات. من الصعوبات أو الأشياء التي تعيق تدريس اللغة الأمازيغية هو نقص المدرس يعني. فبالطبع احنا حنصيغوا تقرير باش ممكن يتم تعيين مدرسات ومدرسين لهذه المادة يتم تغطيتها، لأن تم فتح يعني كان الصفوف الأولى ثم إلى الصف السادس الآن الإعدادية، وخاشين حتى في سنة أولى ثانوي. طبعا هذا كله يحتاج إلى مدرسين لاستمرارية تدريس هذه المادة. وفي إطار متابعة المشاكل التي تواجه مراقبات التعليم ومنسقي مادة اللغة الأمازيغية، شكلت لجنة من قبل مركز المناهج التعليمية بوزارة التعليم. لجنة اللي تم تشكيلها من وزارة التعليم عن طريق مكتب المناهج اللي بتشوف سير تدريس اللغة الأمازيغية في المناطق الأمازيغية جبل نافوسة وزوارة، واليوم احنا في مراقبة تعليم يفرن، وكنا قبل شوية في مراقبة القلعة، ومن قبل مشينا لمراقبة وزن ونالوت تكويت. بالنسبة للمعلمين الأولين اللي درسوا في الفصول الأولى من الأول للسادس هذه أمورهم كويسة وإن شاء الله يعني ماشية أمورهم، لكن المعلمين تو اللي مستهدفين للمرحلة الإعدادية هذه طبعا يحتاجوا لدورة ونحتاجوا لكتب والكتب المساعدة لها. اللغة الأمازيغية جزء لا يتجزأ من الهوية الليبية ولا يقل شأنها عن أي لغة أخرى، وتوفير كل الوسائل المساعدة لتدريسها بالشكل الصحيح واجب على كل الجهات المسؤولة وحق لكل أبناء الليبيين الناطقين بها. أسامة ساسي، قناة ليبيا الأحرار، القلعة. للنقاش حول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من نالوت عضو لجنة متابعة تدريس اللغة الأمازيغية سيد سليمان يحمد. الزولة في اللون سيد يحمد، نبدأ معك من نقص مدرسي اللغة الأمازيغية، ما الأسباب في ذلك؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على رسول الله أجمعين. طبعا أكو شنتف لكن أزف لكن يلي تسلم دين غافة مسلين غام زرايني برفان ليبيا على قناة ليبيا الأحرار. تم تعرفوا أن تدريس اللغة الأمازيغية جاء قرار المجلس المحلية أولا 13/9/2012، ثم صدر قرار اللي هو 18 من مؤتمر وطني تدريس اللغة الأمازيغية. بالطبع صارت في البدايات يعني كانت تدريس الصفوف الأولى كما نعلم، وكان هناك دور عظيم جدا لمؤسسات المجتمع المدني مع مراقبات التعليم. فكان يعني في البداية كانت الصفوف الأولى ثلاثة كان يعني إلى حد ما تعتبر ماشية، ولكن بمسيرة 10 سنوات وإدخال الصفوف التعليم الأساسي الأخرى ثم الإعدادية الآن ونحن مقبلون حتى على أولى ثانوي وثانية ثانوي، فبالطبع صار هناك عجز في مدرسي اللغة الأمازيغية. أول حاجة تقصير من ناحية الجامعات، لم يتم فتح لمدة 10 سنوات الآن يعني فتح أقسام اللغة الأمازيغية، والعدم توفير دكاترة متخصصين سواء ماجستير أو دكتوراه في اللغة الأمازيغية لإخراج كوادر مؤهلة لتدريس مراحل القادمة اللي هي إعدادية والثانوية. هذه تشكل عائق كبير جدا، لأن كل مدرسات نحن اللي أهلناهم في دورات ممكن لمدة شهرين باعتبار ناطقين أو متحدثين من الأول فهي سهل عليهم، واخترنا مدرسين تربويين لحد ما، ولكن بازدياد الصفوف ازداد يعني عدد الحصص وبالتالي نحتاج الى عدد مدرسين اكثر، فواجهتنا عده مشاكل في هذا الاطار. نحن نعلم حتى المناهج في البدايه كانت طباعتها على المجالس المحليه، ولكن الان الحمد لله يعني طبعت الدوله على نفق الدوله اسوه بالماده المواد الاخرى. ولكن من اهم المشاكل اللي واجهت تدريس الماده الامازيغيه هو نقص المدرس او المعلم، وخاصه الذي يملك كفاءه لتدريس مراحل متقدمه. طيب يعني ممكن صفوف الاولى مناهج بسيطه
ولكن الآن يعني أثرت فينا، فنحتاج إلى تعيين مدرسين لتغطية العجز. ثم هناك نقطة أخرى اللي هي حتى عن إدخالها في منظومة الامتحانات، حيث أن الدرجة تتذبذب يعني كل مرة تتغير، فهذه أثرت حتى هي في توزيع درجات لهذه المادة. نأمل أن تكون تابعة الامتحانات ويصدر لها يعني منشورات من ناحية درجة الامتحان وإلى آخره من هذه الأمور. كذلك الوعاء الزمني غير كافي، يعني 3 حصص بالنسبة للأول ثاني الثالث، ثم حصتين أسوة بالمواد الأخرى، يعني اللغة العربية من 5 إلى 7 حصص، حتى هذا يعني يجعل من المادة لم تأخذ. طيب سيد سليمان، هناك نقطة أخرى، هو ربما هناك شكوى عامة حول صعوبة المنهج من أساسه، يعني هو يختلف قليلا على منطوق المنطقة الليبية. كيف؟ يعني اختلاف من أي ناحية؟ يعني اللغة الأمازيغية يعني هناك نعم، ولكن المنهج ربما هو يأتي من المغرب، وهناك ربما اختلاف في النطق اللغة الأمازيغية ما بين ليبيا والمغرب. نعم، هذه النقطة لا أساس لها من الصحة. نعم. طبعا يعني كلغة معيارية أو الحروف أو التفناغ اللي موجودة اللي هي اللي موجودة في ليبيا وفي جنوب ليبيا، وأخذت وطورت وأصبحت في كامل شمال أفريقيا، يعني كحروفها هي ممعيرة وجاهزة تماما، ولكن كمناهج يعني من وضع المناهج هم أمازيغ ليبيين، وهي تنبع من الكلمات الليبية الأمازيغية، سواء كانت في الساحل أو في الصحراء أو في الجبل. فمن يتحدث ويقول بأن أتينا بمناهج من المغرب، هذا غير صحيح، ويأتي وينظر إلى مناهجنا أنها خرجت من ليبيا نفسها. لذلك الصعوبة لأنها هي مهمشة عندها قرون، فالآن يعني في بعض الكلمات جديدة لا شك في هذا، ولكن هي كانت موجودة في ليبيا. نعم. وتستعمل. طيب. نريد إرجاعها، فهي هي ليست عائقا، ليست عائقا بقدر أن العائق هو عدم وجود المدرس اللي هو. طيب سيد سليمان، اسمح لي فقط لضيق الوقت، الآن طرحنا المشكلة، ولكن ما الحلول ربما التي يعني يمكن إقامتها لحل؟ نعم نعم نعم، الحلول الآن الجامعات يفترض أقسام اللغة الأمازيغية، سواء كان زوارة بارك الله فيهم تم تخريج حتى الدفعة الأولى، يعني فتح أقسام أخرى في الجامعات وتوفير دكاترة متخصصين أو ماجستير في اللغة الأمازيغية أو في اللسانيات، ثم بعد ذلك خروج المدرس الكفؤ، ثم بعد ذلك مفتشة أو نقص المفتشة والموجه التربوي لمدرسات اللغة الأمازيغية والمتابعة. هذا مهم جدا، هذا مهم جدا للسير بهذه المادة إلى مكانها الصحيح. عدم وجود رؤساء أقسام كذلك للغة الأمازيغية، وعدم إدخالهم في الملاك الوظيفي ليكونوا كمنسقين بين المراقب بهذه المادة، لأنها مادة عندها خصوصية. دورني فقط لضيق الوقت، إلى أن تصل إلى أو تدرج في المنظومة التربوية وتصبح مثلها مثل المواد الأخرى. إذا وضعنا حلول لهذه النقاط، الوعاء الزمني، المدرس الكفؤ، الموجه أو المفتش، كذلك رئيس القسم يهتم بهذه المادة، فعندئذ ستكون المادة فعلا واضح. عضو لجنة متابعة تدريس اللغة الأمازيغية سيد سليمان يحمد تانمرت. ننتقل الآن مشاهدينا إلى الأخبار الرياضية مع زميل بدر عماري. شكرا. أهلا بكم مشاهدينا الكرام. نجح الأهلي طرابلس في تحقيق الفوز على مارومو غالانتس بهدف واحد دون مقابل في مباراة ذهاب دور 32 المكرر من بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية. المباراة التي جرت بملعب بنينة في بنغازي نجح فيها الأهلي في تسجيل الهدف الوحيد عن طريق اللاعب أنيس سلتو في أول دقيقة من عمر اللقاء، وبهذا الفوز يذهب الأهلي طرابلس إلى جنوب إفريقيا لتأكيد الفوز والوصول إلى دور المجموعات من البطولة الإفريقية التي وصل فيها الأهلي النسخة الماضية إلى نصف النهائي. وفي نيجيريا، خسر ممثل ليبيا النصر والأخضر في دور 32 الثاني مباراة الذهاب أمام كل من ريفرز يونايتد وبلاتينيوم على التوالي. النصر خسر بخماسية نظيفة أمام ريفرز يونايتد النيجيري في مباراة الذهاب، ما يصعب مهمة الفريق في لقاء العودة بملعب بنينة.
وكان نادي النصر قد نشر على حسابه الرسمي في فيسبوك تعرضه لمضايقات عديدة من قبل الفريق المستضيف وجماهيره في ملعب المباراة. أما فريق الأخضر فخسر هو الآخر برباعية مقابل هدف واحد أمام فريق بلاتينيوم النيجيري، ليعود الفريقان بخسارة قاسية من الأراضي النيجيرية. وإلى أخبار الدوري الليبي الممتاز، حيث تنطلق الخميس مباراة الأسبوع الثالث بمباراة واحدة لحساب فرق المجموعة الثانية، تجمع أساريا بالمحلة في ملعب الزاوية. أما بقية المباريات في هذه الجولة فستستكمل يوم الجمعة بمباراتين تجمع الأولى الاتحاد مع الخمس بملعب أبو سليم، بينما يواجه المدينة السويحلي في اللقاء الثاني بملعب جميل. وتقام يوم السبت مباراة واحدة تجمع أبو سليم والأولمبي بملعب أبو سليم، بينما تم تأجيل لقاء الأهلي طرابلس والاتحاد المصراتي بسبب مشاركة الأهلي في كأس الكونفدرالية الإفريقية. أما في المجموعة الأولى فتنطلق مباراة الأسبوع الثالث يوم الجمعة بمباراة الهلال مع التعاون بملعب بنينة. مباراة الأسبوع الثالث تستكمل يوم السبت بمباراتين، حيث يواجه في الأولى صداقة شباب الجبل في ديربي شحات، وفي المباراة الثانية يستقبل الأهلي بنغازي دارنس بملعب بنينة، بينما تم تأجيل مباراتي الأخضر والصقور والتحدي مع النصر إلى موعد لاحق بسبب مشاركة الأخضر والنصر في كأس الكونفدرالية الأفريقية. كلفت إدارة نادي الاتحاد المصراتي مدرب فريق الأواسط التونسي جمال بن سالم لقيادة تدريب الفريق الأول لكرة القدم في منافسات الدوري الممتاز. التونسي بن سالم سيتولى قيادة الاتحاد المصراتي بداية من الجولة القادمة بدلا من المدرب البلجيكي المقال لوك إيميل بعد خسارته لمباراتين على التوالي في الدوري الممتاز، كانت آخرها في الجولة الماضية أمام جاره السويحلي بهدف نظيف. ويشار إلى أن المدرب التونسي جمال بن سالم قد توج بلقب الدوري الممتاز لفئة الأواسط الموسم الماضي رفقة الاتحاد المصراتي. تختتم يوم السبت القادم بالعاصمة التركية أنقرة بطولة الشهيد لكرة القدم التي أقيمت برعاية السفارة الليبية وبمشاركة عدد 8 فرق مثلوا أبناء الجالية الليبية والطلبة الدارسين بالساحة التركية. البطولة التي انطلقت في 9 أكتوبر شهدت منافسة قوية بين الفرق المشاركة، حيث ضمن التحدي الوصول إلى المباراة النهائية بفوز على شباب أنقرة، فيما ضمن المقعد الثاني من نهائي البطولة فريق أفجيلار بعد فوزه على فريق سان جاك. يشار إلى أن البطولة شهدت أيضا مشاركة السفير الليبي بتركيا مصطفى الجليب وعدد من موظفي السفارة الليبية وأبناء الجالية والطلبة بالساحة التركية. سيدار بالمملكة المتحدة في 16 من الشهر الجاري الشهر الحالي المزاد على كرة مباراة نصف نهائي الشهير، والذي جمع الأرجنتين مع إنجلترا في عام 86، حيث فتح باب المزاد بداية من يوم 28 من أكتوبر الماضي. طرحت للبيع في مزاد علني بالمملكة المتحدة كرة القدم التي لعبت بها مباراة نصف نهائي مونديال 86 التي جمعت الأرجنتين وإنجلترا، ومن المتوقع أن تتحصل الكرة العتيقة على قرابة 3 ملايين دولار لما تتمتع به من ذكريات لا تنسى، أبرزها هدف مارادونا الذي راوغ فيه كل من أمامه من لاعبي منتخب الأسود الثلاث، كما سجل هدفه الشهير بيده. لقد كانت مباراة لا تصدق وسوف نتذكرها دائما على أنها أكثر المباريات روعة.
واحدة من أكثر المباريات المدهشة في كرة القدم على الإطلاق، وبالتالي فإن هذه الكرة قيمة للغاية، ونتوقع أن تحقق في مكان ما بين 2.5 و3 ملايين جنيه استرليني عندما تعرض للبيع بالمزاد. بيتر ريد وزميله تيري بوتشر المدافعان الشهيران في صفوف المنتخب الإنجليزي في مونديال 86 تحدثا عن تلك المباراة التي شهدت تألق الراحل مارادونا، حيث وصف بوتشر دييغو بالكابوس الذي بقى يطارده لفترة طويلة. إنها ليست ذكرى خاصة بل نوع خاص من حقبة كأس العالم. مارادونا كان أعظم لاعب لعبت ضده، لكنني لم أكن أعرف كيف أراقبه في جميع أنحاء الملعب، ورأيت الرقم 10 الذي يحمله في كل مكان، في أحلامي وحتى في كوابيسي. ستبقى تلك المباراة التي جمعت الأرجنتين وإنجلترا مواجهة كروية رياضية حادثة التنافس، حيث تعد من أشرس المباريات نظرا لخلفيتها السياسية بسبب النزاع على جزر الفوكلاند. ختام الجولة الرياضية مشاهدينا الكرام، شكرا لكم على كرم المشاهدة. العودة إلى أماني وأزم وبقية الأخبار. بعد الانتهاء من أعمال صيانته، عاد جامع القبطان بمدينة طرابلس لاستقبال رواده من المصلين. نعم أماني، ودامت أعمال الصيانة فترة من الزمن. مزيد في هذا التقرير. جامع القبطان ما زال محافظا على شكله القديم رغم عمليات الصيانة المتعددة التي اهتم القائمون عليها بشكل الطراز الموجود بالجامع. هذا الجامع العتيق الذي يقع بمنطقة زاوية الدهماني ويعود تاريخ إنشائه إلى العام 1099 للهجرة، وقام ببنائه البحار حسين القبطان في ذلك الوقت. قد تمت صيانته مؤخرا من الخيرين بالمنطقة بهدف المحافظة على الطراز الإسلامي القديم. بفضل الله تمت صيانة المسجد القبطان وكما يصح جامع القبطان والمحافظة على الطابع الإسلامي فيه، لنظرا لقدم إنشائه وبنائه، والحمد لله بتوفيق من عند الله تمت صيانة جميع مرافق المسجد كدورات المياه والحوائط التي كانت بها الرطوبة. أعمال الصيانة تركزت على إعادة النقوش الإسلامية القديمة بالجامع والتي تغطت جراء الزمن واختلاف أفكار الصيانة والمواد التي استخدمت فيها. طبعا في بعض الاثار الاسلاميه القديمه كانت مغطيه طبعا بالصيانه القديمه، كانت صيانه عشوائيه ما كانش فيها يعني فيها تفاصيل للصيانه الحديثه، فتم يعني الاكتشاف اكثر من معالم اسلاميه ونقشات اسلاميه تم استخراجها وصيانتها واستخراجها للاطلاع عليها. كثيرون مروا بهذا الجامع وكانت لهم يد في صيانته أو في الاهتمام به نظرا لاهتمام الناس به باعتباره رمزا تاريخيا بارزا يؤرخ لسنوات طويلة من تاريخ ليبيا الذي كان ولا يزال شاهدا حيا على عراقتها. بهذا نكون مشاهدينا الكرام قد وصلنا إلى نهاية النشر. نترككم الآن مع أهم ملفات الليلة مع الزميل محمد سنوبة. إلى اللقاء. السيسي وسعيد والتبون يشددون على ضرورة الدفع نحو إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في أقرب وقت، ويؤكدون في ختام قمة الجامعة العربية بالجزائر على أهمية تحقيق الأمن والاستقرار وتعزيز أطر التعاون والتنسيق فيما يخص الأزمة الليبية. نناقش كل ذلك وأكثر بعد فاصل قصير.